السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الأعزاء، وعلى بركة الله نبدأ بتسجيل حلقة جديدة من طريقة تنصيب برنامج VMware أو الـ Virtual Machine Workstation إلى الحاسب، وكذلك إنشاء حساب داخل الـ Virtual Machine، وكذلك تنصيب الـ Ubuntu داخل هذا الحساب. طبعا مثل ما تعرفون، قبل ما أبدأ بتسجيل هذه الحلقة أنا قمت بتحميل البرنامج Virtual Machine من الشركة، وقمت بشراء هذا البرنامج لمدى الحياة، وقمت بتنصيبه على الحاسبة. فأي شخص يريد النسخة المفعلة من هذا البرنامج مدى الحياة يضع الجيميل الخاص به في التعليقات أسفل الفيديو، وأنا بدوري سوف أرسل له البرنامج المفعل مدى الحياة كهدية له. الآن نبدأ بطريقة التحميل. طبعا تفتح البراوزر الخاص بك، طبعا أي براوزر ما يكون ما عندك أي إشكال، تكتب في البراوزر VMware Workstation مثل ما تلاحظون، بعدها تتحول إلى الموقع الشركة الخاص بالتحميل. طبعا أنا مسبقا قمت بالتحميل، ولكن أعيد الخطوات حتى إذا مثلا إذا تريدون البرنامج، يعني مثلا تريد أنت بنفسك تنزل البرنامج تسوي نفس الخطوات حتى يكون سهل عليك. طبعا تختار الداونلود، بعد ما تختار الداونلود هنا تجي تختار الأوبن سورس، يعني احنا نريد نسخة من البرنامج وما نريد مثلا يثبت بصورة مباشرة. بعد ما تختار الأوبن سورس راح ينطيك قائمة كبيرة من منتجات شركة الفي ام ار. طبعا انت تختار اشني، تختار الديسكتوب اند اند يوزر كومبيوتينج. شوف هنا هذه كلها قائمة من منتجات هذه الشركة. طبعا هنا مثل ما قلت تختار الديسكتوب اند اند يوزر كومبيوتينج، بعدها من ضمن هذه القائمة تختار الـ VMware Workstation Virtual Machine Workstation. بعد ما تختار طبعا راح يحولك إلى صفحة جديدة، هذه الصفحة خاصة باختيار الإصدارات. طبعا عندك إصدارات كثيرة، مثلا على سبيل المثال تريد الإصدار 14، من تختار هذا الإصدار يجي يطلب منك هل تريد للويندوز أم للينكس. طبعا هسه أنا دا أستخدم الويندوز، إذا أنت تستخدم اللينكس تقدر تستخدم اللينكس. فهنا أنا ضمن الويندوز أختار Go to Downloads، بعد ما أتحول إلى الداونلود يمطيني هذه القائمة. طبعا من أضغط على Download Now راح يحولني إلى صفحة يطلب مني إنشاء حساب خاص بالشركة وتحديد طريقة الدفع، لأن مثل ما قلت لكم البرنامج ليس مجاني ولازم تدفع مبلغ من المال حتى ينطيك البرنامج. طبعا مثل ما قلت بالبداية أنا اشتريت البرنامج المفعل مدى الحياة من الشركة، وأي شخص يريد هذا البرنامج يضع الجيميل الخاص به في التعليقات أسفل الفيديو، وأنا بدوري سوف أرسل له البرنامج كهدية. مثل ما تلاحظون من أضغط على الداونلود راح يحولني إلى صفحة يطلب مني إنشاء حساب. شوف يطلب مني إنشاء حساب. الآن ما راح أقوم بإنشاء حساب، لكن راح أشوف لك كيف تقوم بالتنزيل. التنزيل هنا أنا تختار فري تريال. طبعا أنا هذه إذا تقدر تسوي هاي الخطوات تقدر تنزل البرنامج وتدفع فلوس للشركة ينطوك، لكن ما يحتاج تعيد هذه الخطوة، أنا راح أنطيك البرنامج هدية. شوف هنا أنا تختار للويندوز فور تريال، بعد ما ينطيك التريال شوف هنا أنا هم تختار الويندوز وداونلود. شوف هسا راح يبدأ البرنامج بالتنزيل إلى الحاسب، لكن أنا راح ألغي التنزيل لأن أنا نزلت البرنامج قبل ما أبدي بتسجيل الحلقة. هذا برنامج الفيرتشوال ماشين عرفنا موجود عندنا. شوف هسا هنا أنا موجود عندي برنامج الفيرتشوال ماشين موجود عندي بالداونلود، وهذا هو برنامج الفيرتشوال ماشين، وهذا هو البرنامج الأهم الخاص بالتفعيل لمدى الحياة أيضا موجود عندي. الآن أحتاج إلى برنامج اليوبونتو. تفتح نافذة جديدة من البراوزر وتكتب يوبونتو، هنا أنا يحولك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة يوبونتو. هنا أنا أيضا هذه هي واجهة الشركة، تختار الداونلود، بعد ما تختار الداونلود تختار Last Version آخر إصدار من اليوبونتو، وبعد ما تختار أيضا رح يبدأ بالتنزيل إلى داخل الحاسبة. لكن مثل نفس البرنامج السابق رح أختار الإلغاء لأن راح يأخذ وقت مني، وقبل ما أبدأ بتسجيل الحلقة
قمت بتنزيل برنامج اليوبونتو أيضا وموجود عندي داخل الحاسبة. الآن أغلق البراوزر وأتي إلى الداونلود، شوف هسا عندي الـ VMware موجود عندي، وكذلك الكراك، وكذلك برنامج اليوبونتو. زين، كيف راح نبدي بالتنصيب؟ أيهما أنصب يعني في البداية؟ طبعا أول شيء تقوم بتنصيب الـ VMware. طبعا مثل ما تلاحظون البرنامج، عندما أرسل البرنامج لك، البرنامج يجيك يعني مثلا كبس، أنت تفك الكبس عن طريق أشني، عن طريق الوينرر أو الزيب، أي برنامج ما يكون عندك ما بأي مشكلة. هنا أنا تختار، وبعدين تفتح الورك، هنا أنا السيت أب، وهنا أنا تختار الـ VMware، وطبعا رح يفك الضغط عن الملفات حتى يقلل من الحجم أثناء الإرسال. الآن يعني عدة خطوات سهلة وبسيطة راح نسويها حتى نبدأ بالتنصيب، والبرنامج راح يتنصب. طبعا أثناء التنصيب احتمال أوقف الفيديو عدة مرات لأن فيه خطوات، هذه الخطوات احتمال تأخذ مثلا دقيقتين، 3 دقائق، 4 دقائق، أكثر من 5 دقائق أحيانا، لأن كعادة أغلب البرامج اللي تأخذ ذاكرة لازم بيها انتظار، وهذا الانتظار احنا ما نريده، لذلك راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت حتى ما يطول عليكم الفيديو. فالان راح اقوم بايقاف مؤقت للفيديو لحد ما يبدا البرنامج بالتنصيب. مثل ما تلاحظون الان بدا بالتنصيب. هنا انا اختار النكست، بعد ما اختار النكست يجيني اتفاقيه الترخيص او اللايسنس اجريمنت، اختار اي اكسبت واضغط على النكست. بعدها يجيك هذا الاختيار، مثلا اذا تريد تغير مكان التخزين تقدر تغيره، احنا ما نريد نغيره فقط نختار النكس. هنا انا يجي يقول لك تريد الابديتات او التحديثات من هذا البرنامج، ايضا تختار النكس. وهنا انا يقول لك اذا تريد اضع الشورت كت للبرنامج على سطح المكتب، وكذلك الستارت منيو بروجرامز فولدر، ما عندنا اشكال. وبعدها تختار الانستال. من تختار الانستال احتمال يطول عندك مثلا دقيقتين الى 6 دقائق، وهذا شيء طبيعي، فراح اوقف الفيديو لحد ما يتم هذه الخطوه. مثل ما تلاحظون انه الان تم التنصيب بشكل تام، لكن هنا أنا اذا اختار الفينش راح مثلا يتنصب البرنامج بصوره صحيحه، لكن ما راح يعمل لان البرنامج مو مفعل، فلازم اختار اللايسنس. من اختار اللايسنس يطلب مني السيريال الخاصة بالتفعيل، واني مثل ما قلت لكم بالبداية عندي السيريال، عندي البرنامج الخاص بتوليد السيريالات. هنا أنا هذا البرنامج موجود عندي مثل ما تلاحظون، افتح البرنامج، هنا أنا افتح شوف سيريالز، وهنا أنا الكيجن الثاني افتحه واشغل هذا البرنامج. طبعا اقول له جنريت يعني توليد سيريال جديد. هنا أنا بهذه الخطوة لازم قبل ما تضغط على جنريت أو توليد سيريال جديد لازم تقطع الانترنت من الحاسبة الخاصة بك. ليش؟ لأن هذا الجنريت أو هذا البرنامج خاص بالحاسبة مالتي، خاص بالسيريال الخاص بالحاسبة مالتي. فمن يكون الانترنت مفتوح عندك وانت دا تعمل على غير حاسبة غير حاسبتي، بهاي الحالة من تضغط على جنريت الشركة تعرف انه هذا مو حاسبتي، حاسبة اخرى، يعني لازم تبدأ بشراء ايضا هذه الحاسبة، فما راح يتفعل عندك. لازم بالبداية تقوم باغلاق الواي فاي او تقطع الانترنت من الحاسبة بشكل كامل. هنا أنا تضغط على جنريت، من تضغط على جنريت ينطيك باسورد او سيريال جديد. شوف هذا السيريال الجديد انسخه وارجع الى البرنامج وألصق هذا السيريال الجديد في البرنامج، والآن أضغط على انتر. من أضغط على انترنت أنه تم تفعيل البرنامج لمدى الحياة. هنا أنا أضغط على فينش، من أضغط على فينش أغلق البرنامج الخاص بتوليد السيريالات أو السيريال الخاص بالتفعيل. هنا أنا مثل ما تشوف تم تنصيب البرنامج على الحاسبة بصورة صحيحة. أجي أفتح البرنامج وأقوم بإنشاء حساب داخل هذا البرنامج، وضمن هذا الحساب أفتح أشني، أفتح اليوبونتو أو أي فيرتشوال أخرى، أي مثلا ويندوز آخر ضمن هذا الويندوز، ما عندك أي إشكال. هنا أنا أختار create a new virtual machine،
من تختار؟ طبعا يقول لك recommended or advanced، احنا نختار ال recommended. هنا انا تضغط على next. طبعا هنا انا عندي اختيار مهم. هذا الاختيار الاولي طبعا مهم جدا ولازم تركز بهاي الخطوة. هذا الاختيار خاص بالحاسبات اللي بيها بيها درايفر واحد. كيف درايفر واحد؟ مثلا هسه اذا ارجع الى الحاسبة مالتي، مثل ما تلاحظون هسه ضمن هذا الحاسبة موجود عندي اربع درايفرات او اربع اقراص. فاذا كان عندي قرص واحد ما اقدر انصب الفيرتشوال على هذا الحاسبة، لازم استخدم ايش؟ لازم استخدم هارد خارجي او فلاشة خارجية او ميموري خارجي، ونصب الفيرتشوال او اليوبونتو داخل هذا الهارد الخارجي او الفلاشة الخارجية او الميموري الخارجي. بعدين من ادخل هذا الهارد الخارجي والفلاش والميموري الى الحاسبة راح يشتغل بشكل اوتوماتيكي برنامج الفيرتشوال ماشين، وراح يكون موجود باشني موجود باليوبونتو، وبهاي الحالة ما راح ياخذ الذاكرة من الحاسبة الخاصة به. فعندك احتمالات كثيرة لازم تستخدم هذا الاختيار. إذا كان عندك درايفر واحد بالحاسبة لازم تستخدم الخارجي، وإذا كان عندك الذاكرة غير كافية ما عندك ذاكرة لازم تستخدم الاختيار الخارجي، وإذا كان الحالة الأخرى أكو بعد الحاسبات من البايوس، الخاص بها ترفض أنه يتنصب ويندوز آخر ضمن هذا الويندوز، فأنت ترجع إلى الإعدادات الخاصة بالبايوس، تعدل الإعدادات أو تغير إلى الإنيبل. بعد ما غيرت إلى الإنيبل راح تقدر تنصب، لكن أكو بايوزات أكو شركات ترفض تنصيب يعني نظامين على نفس الحاسبة، فبهاي الحاسبة بهاي الحالة لازم تختار الاختيار الأول. لكن أنا ما عندي كل هاي الإشكالات، راح أختار الاختيار الثاني. بعد ما أختار الاختيار الثاني يطلب مني إيش؟ راح يطلب مني اليوبنتو. هذا اليوبنتو وين مخزون؟ طبعا انا يعني وين نزلته؟ نزلته في الداونلود. شوف هنا أنا هذا هو اليوبنتو موجود بالداونلود، فاضغط على براوز. بعد ما اضغط على براوز اتحول الى الداونلود واختار اليوبنتو. هنا أنا اضغط على النيكس. هنا أنا يطلب مني انشاء حساب. هذا الحساب اللي راح اسويه انطي اسمي بالكامل. شوف هذا هو اسمي بالكامل. هنا أنا يطلب مني اليوزر، أخلي يوزر لهذا الحساب مثلا اسمه نوح. وهنا أنا يطلب مني أشني؟ يطلب مني باسورد. لكن هنا أنا أكو خلل تكنيكي من الشركة مثل ما تلاحظون. الباسورد هو يقول لي optionally. optionally يعني إيش؟ يعني اختياري، يعني أنت تقدر تخلي باسورد، وإذا تريد بدون باسورد هم ما عندي أي مشكلة. لكن الكارثة وين؟ الكارثة هنا الشركة مخلي هنا optional وما مفعلين النكست بدون باسورد. هذا هو الخلل التكنيكي من الشركة. فإحنا شون راح نجتاز هذا الخلل التكنيكي؟ إحنا مجبورين نخلي باسورد. طبعا هو قال لي optional اختياري، لكن يجبرني أخلي باسورد. فالمفروض لازم أخلي باسورد، مثلا أخلي باسورد بسيط 1 2 3 4 5 حتى ما أنسى، أو أي باسورد آخر تقدر تسويه. وهنا أنا الكونفيرم أو التأكيد أيضا. هنا أنا أضغط على النيكس. بعد ما أضغط على النيكس يقول لي أنطي اسم لهذا الفيرتشوال ماشين. طبعا أنا سويت فيرتشوال ماشين سابق كان مثلا يوبونتو 64 بت واحد، هسه هو انطاني اسم افتراضي انه 2، ما عندي مشكله خلي يكون 2. هنا انا اضغط على النيكست. هنا انا يطلب مني حجم الذاكره، اللي انا راح اخصصه لهذا الويندوز. طبعا حجم الذاكره المطلوبه للويندوز فقط، لهذا الويندوز فقط يوبونتو، بدون اي اضافات، يعني بدون مثلا ما يكون عندك شيء مخزون به. الحجم الملف بوحده هو 5.9 جيجا، يعني تقريبا اقول لك 6 جيجا، فلازم يكون مينيمم 6 جيجات. والباقي انت بكيفك، ايش قد ما تريد، مثلا تريد تخزن ملفات بي، تريد تخزن شغلات بي، لازم تزيد الذاكرة مقارنة بالشغل اللي انت تريده. لكن انا حاليا ما اريد لاي اغراض، فقط للدراسة. ما دام للدراسة تنفيذ اوامرها ما احتاج الى ذاكرة كثيرة، فراح ابقي على 20 جيجا.
هسه اختار النيكست. بعد ما اختار النيكست طبعا يقول لي هذه راح انصب هذا الويندوز ضمن هذا الويندوز حسب هاي المواصفات الموجودة عندك بالحاسبة. طبعا هو ما راح ياخذ كل المواصفات الخاصة بالحاسبة مالتي، ياخذ قسم منها. مثلا شوف هنا أنا من الهارد ديسك اخذ 20 جيجا بايت، من الرام اخذ تقريبا واحد، فهنا الرام راح ازيد شويه لان قليله. مثلا اي ويندوز تشغله على رام واحد جيجا قليله، كلش قليل، فمثلا ازيد الى 2 جيجا. طبعا الكمبيوتر الموجود عندي حاليا الرام مالته 4 جيجا، فانت خليه مثلا 4 احسن. وهنا البروسيسر ايضا مختار واحد بواحد، طبعا البروسيسر ايضا عندي 4 يعني تقريبا ما اخذ نصف. هنا السي دي طبعا يقول لك راح استخدمه الدي في دي والنتورك والبرنتر والكارد واليو اس بي، ما ادري هاي الشغلات نمط الصلاحيه. هنا تختار الكلوس، بعد ما تختار الكلوس تضغط على الفينش. بعد ما تضغط على الفينش طبعا راح ينشأ لك حساب ضمن هذا الفيرتشوال ماشين. طبعا بعد ما تم يعني اختارين سوينا حساب، هنا مثل ما تلاحظ يقوم بتنصيب هذا اليوبونتو ضمن هذا الحساب اللي موجود ضمن الفيرتشوال ماشين. احتمال يتأخر عندك مثلا دقيقتين ثلاثة أقل أو أكثر، لازم تنتظر بهاي الحالة وما تستعجل بالتنصيب. مثل ما تلاحظون هسه هاي هي الخطوات الخاصة بالتنصيب، فإحنا لازم ننتظر قليل. شوف هنا هذه الخطوات لازم تكتمل، فأني بدوري راح أوقف الفيديو بشكل مؤقت لحين ما يتم هذه الخطوات. طبعا بعدها يجيك هذه المراحل يقول لك انستال، وطبعا يقوم بتنصيب كافة الملحقات الخاصة بهذا الويندوز الإضافي على الحاسبة. طبعا هذه الخطوة أيضا تتأخر، لكن تأخيرها يختلف من حاسبة لأخرى، فأيضا راح أقوم بإيقاف مؤقت للفيديو لحين ما يتم هذه العملية أيضا. فمثل ما تلاحظون الآن بعد ما قام بتحميل كل الباكيج الخاصة بهذا الويندوز، الآن يقوم بالإنستليشن أو التنصيب الخاص بهم. احتمال يطول هذه الخطوة أيضا من دقيقة إلى دقيقتين، فلازم ننتظر هذه الخطوات أيضا. والآن والحمد لله تم تنصيب البرنامج بالكامل وكافة الباكيجات الخاصة بها. طبعا يعني أحب الصراحة دائما الموضوع أو التنصيب أو التنصيب هذه الباكيجات استمر تقريبا 10 دقائق، تقريبا استمر 10 دقائق. الآن تم التنصيب بشكل كامل وبدون أي مشاكل. فالبروفايل أو اليوزر اللي إحنا سويناه هو أنطانا نفس الاسم، تختار الاسم بعدين حسب علمي وحسب توقعاتي طبعا يطلب منك الباسورد. الباسورد اللي دخلناه كان 1 2 3 4 5، ندخله ونضغط على انتر. طبعا بعد ما تضغط على انتر راح يحولك الى الويندوز الكام الخاص باليوبونتو. طبعا هذا الويندوز اول مره نستخدمه، نتصفح به قليل شويه ونشوف الميزات او الخصائص اللي بيها. وطبعا احنا موضوعنا او شغلنا راح يكون على السي ام دي على الاغلب، فراح نشوف كيف راح نطلع السي ام دي. طبعا هنا السي ام دي ما يسمونه سي ام دي، مو مثل الويندوز يسمونه التيرمينال. طبعا لاول مره فشي طبيعي مثل ما تلاحظ يتاخر شويه. مثل ما تشوف انه هسه عندي هذا الويندوز الكامل الخاص باليوبونتو. هسه هنا هو البراوزر اذا تريد تصفح الانترنت، وهذا التطبيق ما اعرفه بصراحه اول مره اشوفه. هذا الفايلز، هذا هو الفايلات اللي بي مثلا المخزون اللي تخزن به الملفات الخاصه بك بهذا الويندوز. وهنا الديسكتوب، وهنا الدوكيومنت والداونلودز، وهاي كل الملفات الخاصة بهذا الويندوز. هذا ما أعرف أشني، ما مستخدماني. هذا أيضا ما أعرف أشني، أيضا ما أعرف أشني. هذه ويلكم تو يوبونتو، هذا هو اليوبونتو. وطبعا هنا أي شيء مثلا ما تريد تقدر تبحث عنه، مثلا تبحث عنه في السيرش. هنا تقدر مثلا تضغط على الاسكيب لهذه الخطوة. بعد ما تضغط على الاسكيب سيت اب او شوف هنا هذا، شوف هسه هذا هو السطح المكتب الخاص بينا.
السطح المكتب الخاص بنا هذا، تضغط على الكلوز تفوت على الخاص بنا. طبعا هنا تقدر تفتح مثلا تسوي لك فولدر جديد، شوف مثلا اخلي فولدر هنا، طبعا عندي هذا فولدر باسم نوح ما يقبل، مثلا نكتب جلال على سبيل المثال. شوف تقول لك كرييت، طبعا سوالي فولدر هنا، هذا الفولدر تقدر تدخل به وتنفذ الشيء اللي انت تريده. طبعا بالنسبه للسي ام دي او شو اسمه او مثل ما قلنا الشاشه السوداء، هنا انا اشوف اوبن ان نيو تيرمينال، يعني هنا انا من خلال اي فولدر، مثلا اي فولدر ما يكون عندك، اي فولدر مثلا تريد هذا الفولدر تقدر تختار open in a new terminal، هنا راح يطلع لك الشاشة السوداء الخاصة بهذا الملف. وطبعا إذا ما أعطاك هذا الاختيار حسب علمي عندك السيرش همنا، شو نبحث وين السيرش، طبعا المفروض يكون عندنا السيرش هنا، شوف هنا أنا عندك السيرش، بالسيرشر أيضا تقدر تختار التير، تكتب التيرمينال، شوف تير هنا طبعا راح هذا البطء، طبعا مثل ما تلاحظون هذا الويندوز او اليوبنتو بطيء عندي، فهذا يعتمد على المواصفات الحاسبه اللي اني انطيتها، المواصفات الحاسبه قليله، انطيت الرام 2 والذاكره انطيت 20 جيجا بايت، فهذا يعني شيء طبيعي راح يتاخر عندك، شيء طبيعي راح يتاخر عندك. طبعا هنا أنا هذا غير برنامج انا فتحته، هنا أنا ايضا برنامج اخر تقدر مثلا باي مكان مثل ما قلت تقدر تبحث عن اليوبنتو. شوف هنا هو الشو ابلكيشن، هذا عرض كافة التطبيقات اللي انت منصبها على هذا الويندوز. طبعا مثل ما تلاحظ هو ويندوز متكامل بعدة برامج، بها العاب، برامج، بها شغلات كثيرة. انت مثلا يجوز تحتاج الى برامج، هذه البرامج ما تتنصب على الويندوز لكن تتنصب على لينكس، فانت بخلال هذا الويندوز الاضافي تقدر تستخدم هذه البرامج. طبعا برامج كثيره وتستفاد منها، مثل ما تشوف هنا اختارينا كل البرامج، بعد ما اختارينا كل البرامج شوف هنا عندي التيرمينال، هنا عندي التيرمينال يعني نسميه السي ام دي في الويندوز، هذا هو التيرمينال. طبعا هذا السي ام دي ايضا بإعازات خاصة به، انت المفروض تعرف تستخدم هذه الإعازات. طبعا هذه طبعا حلقة كاملة كانت يخص بتنصيب البرنامج فيرتشوال ماشين وكذلك تنصيب اليوبنتو، انشاء حسابه بداخل الفيرتشوال ماشين. ان شاء الله في حلقة قادمة نناقش موضوع اخر ومهم. قبل ما نودعكم نحب المشتركين بالقناة يشتركون بالقناة ويفعلون الجرس وكذلك يتفاعلون مع الفيديوهات بالتعليقات والاعجاب وارسال هاي الفيديوهات للاشخاص اللي تعرفون انه يحبون هذه المواضيع، واي شخص يريد النسخة المفعلة من هذا البرنامج يخلي الجيميل الخاص بي في التعليقات اسفل الفيديو، ان شاء الله راح ابعث له البرنامج المفعل مدى